نظام تكافل وكرامة، وده هنزوده 100 جنيه هنزوده 100 جنيه فوق للأرقام اللي كانت موجودة قبل كده. لعدد قد إيه؟ احنا بنتكلم على 1,750,000. بالمناسبة كان المستهدف ان احنا نصل للمليون وسبعمائة وخمسين الف ده خلال نهاية السنة الجاية. احنا قلنا عجلوا بهذا الدعم عشان نصل لأسر كتير جدا ظروفها صعبة